ممكن تكون قرأت أو سمعت أو مر عليك خبر إن المسيحيين بيطفوا النور ليلة العيد. ما حقيقة هذا الخبر وليه بيعملوا كده؟ ده موضوعنا النهاردة. يبقى إذن نحن لا نهاجم الإسلام ولا نبي الإسلام، نحن نقرأ ما في كتبكم ونتساءل. للشيوخ المسلمين الأفاضل يردوا علي. والله لو قام النصارى كلهم طمعا لحجب الشمس ليست تحجب، والله لو جاءوا بكل عتادهم ليشوهوا وجه الجمال لخيبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة جديدة من برنامجكم النفخ المقدس، وكالعادة هنرد على المنصرين والقساوسة اللي بيطعنوا في دين رب العالمين. ولكن في البداية قبل ما نخش للحلقة وتفاصيلها، لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس ليأتيك منا كل جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك لو عجبك الفيديو، ما عجبكش ديسلايك، واهم حاجة سيب لنا تعليق وشارك المقطع على جميع صفحات التواصل الاجتماعي. نبدأ على بركة الله. موضوعنا النهاردة هو ليه المسيحيين بيطفوا النور ليلة العيد عندهم، وهل بيحصل فيه منكرات أثناء إطفاء النور داخل الكنائس؟ ده موضوعنا النهاردة. تعالوا نقرأ مقطع صغير قبل ما نخش لرشيد وكلامه. كتاب سؤال وجواب القمص صليب حكيم. أنتم تطفئون أنوار الكنيسة في ليلة رأس السنة وتأتون تصرفات لا تليق. كان جوابه إيه؟ رد في ثلاث نقاط أساسية. أنا هقرأ الكلام المظلل لأن هو المهم بالنسبة لي في هذا الأمر. بيقول أولا إن ليلة رأس السنة في ختام لعام مضى واستقبال لعام جديد، وفيه يقف جميع المصلين في الكنيسة شاكرين الله على كل ما أنعم به عليهم. كلام حلو. انزل تحت. إذ هي أقدس لحظات العمر التي تخشع فيها النفس بانسحاق عجيب أمام الله، فكيف يتوافق هذا مع الإدعاء بالتصرفات التي يتقول بها المفترون على المسيحيين؟ ثانيا، إن إطفاء النور في الدقائق الفاصلة بين عام مضى وعام جديد ثم إشعاله هو إشارة روحية لترك كل أعمال الظلمة للعام المنقضي وبدء العام الجديد. انزل تحت. الذين يخترعون هذه الافتراءات والشرور على المسيحيين ويشحنون بها نفوس الضعفاء عليهم أن يخافوا الله. كلام حلو. ثالثا، إن الحراسة من رجال الأمن مستمرة على الكنائس وبالذات في الفترة المسائية وخصوصا في ليلة رأس السنة والأعياد المسيحية الكبيرة، فكيف يتوافق أن يأتي المسيحيون أعمالا غير لائقة في كنائسهم تحت بصر رجال الأمن وحراسته؟ فلك الرد المسيحيين على هذا الإدعاء. هل فعلا الكنائس بتطفى ولا لا تطفى؟ وهل بيحصل منكرات ولا ما بيحصلش منكرات؟ تعالوا الأول نسمع رشيد وهو بيعترض على كلام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله. وبالمرة احنا بنتكلم في موضوع تهنئة النصارى بأعيادهم. تعالوا نسمع رشيد قال إيه. إضافة إلى ما يقع في احتفالاتهم بأعيادهم من هتك للأعراض، تخيل المسيحيين بيهتكوا الأعراض في ليلة عيد الميلاد، واقتراف الفواحش والشرب من المسكرات ولهو ومجون مما هو موجب لسخط الله ومقته، فهل يليق بالمسلم الموحد بالله رب العالمين أن يشارك وأن يهنئ هؤلاء الضالين بهذه المناسبة؟ يعني المسيحيين لما يجتمعوا في كنائسهم يبتدوا شرب خمر وارتكاب للمنكرات، جبتوا ذا من فين؟ من فين؟ على الأقل حين تنتقدون انتقدوا عن حق، يعني قولوا الحقيقة. كما لا رشيد بيقول جبتوا ذا من فين؟ لما تنتقدوا المسيحية انتقدوا المسيحية عن حقيقة وبأدلة، هو عنده حق. لما تيجي تنتقد انتقد بدليل ويكون دليل واضح وصريح. أبلغ رد على رشيد وعلى أمثاله من اللي بيطعنوا في دين الإسلام اللي هو الدين العظيم دين رب العالمين، أن تأتي له بأخوه في المعمودية من داخل الديانة المسيحية هو اللي يجاوب وهو اللي يرد. فأنا مش هتعب نفسي في الرد، أنا هجيب له قص من داخل الكنيسة وراجل رئيس منظمة قبطية بيعيش في الغرب بيتكلم عن أحوال الكنائس الأرثوذكسية في الغرب، ونخليهم هم اللي يردوا.
القس كرولو الذكي بيقول: قال له طب والدانسنج روم بتقعدوا فيها قد ايه؟ ممكن يقعدوا الليله كلها في الدانسنج روم لغايه لما شوهوا صوره المسيحيه في العالم. الناس يقولوا في ليله راس السنه بيطفوا الكنايس وبيطفوا النور ويرقصوا ويشربوا خمور. الكلام ده بيتقال في الغرب، اتعمل في الغرب، ويقولوا ما هم دول مسيحيين. احنا لسه قايلين ان بيتخلى عن طقوس كنيسته بيصل الى الغربه عن الله، بل الى انكار وجود الله. في الدانسينج روم وبيطفوا الكنايس وبيعملوا افعال وحشه وبيتكلم عن الغرب ويتكلم زي ما يتكلم. المهم الرجل المعترف هو ان ده بيحصل. ننتقل الان الى رفيق اسكندر اللي هو رئيس منظمه قبطيه في الغرب، بيتكلم عن احوال الكنائس الارثوذكسيه وبينتقد المساوئ اللي هو بيشوفها وشافها بعينه. فتعالوا نسمع بيقول ايه. شنو ده؟ واخد بالك يتخانقوا معاك، بيجي البوليس. البوليس بيعمل ايه؟ بيقول لك انتوا تبعد عن بعض دلوقتي وروح المحكمه. انا اصلي يعني انا متابع الكنائس. لا، ما انت لازم تحط ايدك عشان تبقى فاهم الجو. انا متابع الكنائس القبطيه لان حتى الكهنه اللي انا بنتهم في تركيا بيخاف يسلم عليا. ده في كهنه ما بيعرفش يقرا. ما يعرفش يقرا ويكتب. ويطلع بره في الشارع ماسك القربان في ايده في الشارع، يعني مش عايز اتكلم بيحصل ايه. واخد بالك؟ مش عايز اقول لك انه في مخدرات بتتباع في الكنائس، ولا ده عرف مش عايز اقول لك الفضايح دي، لان حاجه يعني تسيء لينا وتسيء لكل الناس. وخلاص وضعنا، يعني تعالوا الكنائس هنا للاسف في امريكا بقت في منتهى الانحراف. تعالوا شوفي، تعالوا شوفي لمؤاخذة المخدرات بتتباع في الكنائس، ده عرف الكنائس. السرقه وفلوس وتمويل وغسيل اموال ما تعرفيش. الكنائس هناك بيتباع فيها مخدرات وفيها دعاره، والراجل بيجيب لك من الاخر وهو بينتقد اللي شافه وشهد شاهد من اهلها. بس هل الكلام توقف الان؟ لا، احنا عاوزين كمان ادله تاريخيه. طيب ايه رايك ان العلامه ترتليان، وده مخترع كلمه الثالوث اللي ادخلها في المسيحيه والمسيحيين اتبعوه، كان بينتقد اللي شافه في الكنيسه وبيندد بالانحلال والإباحية اللي وصلت إليها الكنيسة في زمنه؟ الكلام ده موجود فين؟ في كتاب قصة الحضارة لولدي وورنت المجلد 11 صفحة 280 بيقول: وندد ترتليان وغيره بما أدى إليه من الإباحية الجنسية، وكانت الكنيسة توصي بألا تفتح الشفاه في أثناء التقبيل وألا تتكرر القبلة إذا أعقبتها لذة، اللي هي سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، وده كان بيحصل داخل الكنائس. أيضا كتاب تاريخ الرهبانية في المسيحية صفحة رقم 398 و399 بيقول: كان 80% من الأديرة بيوت فسق وفجور، وكانت جميع الأديرة مأوى للمتعة والشهوانية والرذائل. عرفت بقى يا رشيد ان احنا لما بننتقد بننتقد عن حقيقة، ولما علماء المسلمين بيتكلموا في موضوع ما بيتكلموش في موضوع ويرموا الأديان بالباطل، لا، بيتكلموا عن حقائق وعن مصادر وعن شهادات من داخل المسيحية أنفسها. في الختام هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بتنساش لو عجبك الفيديو لايك، ما عجبكش ديسلايك، وأهم حاجة سيب لنا تعليق. ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة على باتريون، الرابط أسفل الفيديو، يكون شاكر ليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.